كما اجتمع وزير الخارجية مع السيد ميروسلاف ليجاك رئيس الدولة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعرب معاليه عن خالص التهنئة له بمناسبة الثقة الواسعة التي حظي بها من المجتمع الدولي وبانتخابه رئيسا للدورة الحالية للجمعية العامة، منوها بأفكاره وأطروحاته في خدمة المجتمع الدولي، متمنيا له دوام التوفيق والسداد. وجدد معالي وزير الخارجية سياسة مملكة البحرين التي تقوم على تقوية كل أطر التواصل مع الأمم المتحدة، مؤكدا دعم مملكة البحرين لرئيس الدولة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بما يسهم في نجاح مهمته في تنمية وتعزيز الروابط بين مختلف دول العالم وفي حفظ السلم والأمن الدوليين. من جانبه أعرب معالي السيد ميروسلاف ليجاك عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية وتقديره للجهود النبيلة التي تقوم بها مملكة البحرين لتعزيز العمل الجماعي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، مشيدا برؤية مملكة البحرين 2030 وما تهدف إليه من بناء حياة أفضل لكافة المواطنين، مثنيا على الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة على مختلف الأصعدة. وتطرق الاجتماع إلى أهم القضايا المطروحة على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتبادل وجهات النظر حيال هذه القضايا.